يا رب يخليك، عيدك مبروك وسنين دايمة. شكرا، يفضلك، مرحبا. شنو هي الحكايه هذايا؟ فما نقولوا احنا بفعل فاعل، شنو صار بالضبط يعني في الحكايه؟ فما جريمه ولا هو حادث عرضي ولا شنو بالضبط؟ علاش تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع؟ باهي، هو الواقعة صارت بتاريخ 13 أفريل 2024 موافق ليوم سبت. وردت مكالمة هاتفية على السيد ممثل النيابة العمومية المكلف بحث الاستمرار بالمحكمة الابتدائية بثلاثية، نشهدها سقوط كهل ببئر عميقة بصدد الإنجاز. تم التنقل من قبل السيد ممثل النيابة العمومية بمعية قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث المكلف أيضا بالاستمرار، مصحوب بأعوان الضابطة العدلية التابعين لمركز الأمن الوطني بالنفيذة والحماية المدنية. على عين المكان تم معاينة حفرة كبيرة بعمق حوالي 32 متر حسب التصريحات. 32 متر بير، معناتها دي مش حفر، هاي متر عمق، أي عمق 32 متر، والعرض عرض الحفرة حوالي متر وعشرون. المعطيات الأولية هي حفر بئر، هاي لكن تبين فيما بعد اللي ما معناتها ما تنجمش تكون حفر بئر عميقة، خاصة المكان نتاعها يعني في قاعة جلوس في منزل. معناتها هي في وسط دار يعني، هذا اي في وسط، اي في وسط منزل، اي منزل معناتها مسكون ولا في طور البناء ولا شنو بالضبط؟ لا منزل مسكون، منزل مسكون، هاي منزل معد للسكنة. معناتها واحد يجي في وسط دار ويحفر بير هك، هاي هذا اللي صار معناتها. هذه المعلومة اللي وردت. هاي بالتعمق في الأبحاث والتحريات والاعترافات الأولية للأشخاص الموجودين من سماع صاحب المنزل، خاصة تبين لاحقا أنه الأشغال ما هيش متعلقة بحفر بئر وإنما تتعلق بأعمال تنقيب وتفتيش عن الآثار. يعني معناها جاء منظمة أكثر من شخص. هاي تم الحفر ايضا في مناطق اخرى حسب معناتها الاعترافات الاوليه. الضحيه الله يرحمه هو في وسط الحفره صاح عليه التراب، لقي حتفه، اعمال البحث واعمال الحفر بقات متواصله لعده ساعات لانتشال الجثه. معناتها برشا تراب هبط عليه، العمق 32 متر، اي والتراب اللي هبط عليه باش توفى ادى لحاله الوفاه، معناتها برشا اذا كان بقات ساعات معناتها باش تم انتشار الجثه. اكيد اكيد، ومن بعد الطب الشرعي هو اللي باش يحدد لنا الاسباب وشنو صار بالضبط معناتها. هاي تم الاحتفاظ مبدئيا بصاحب المنزل اللي وقعت فيه عمليه الحفر، هاي وكذلك الاحتفاظ بعدد 4 أطراف أخرين في علاقة بالموضوع. والضحية هو مشارك في المجموعة هذه يعني، في الشبكة المنظمة هذه؟ لا لا، مشاركين، مشاركين كلهم، مشاركين وعالمين، ويعني معناها عارفين الهدف كان واضح معناتها من منذ البداية، هو البحث عن الآثار ولا والتنقيب عن الآثار. اي واضح. البحث التحقيقي مازال متواصل اكيد جدا، مازال تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد استاذة مرا ابراهام؟ تسخير الطب الشرعي في انتظار ورود النتيجة. تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع من اجل القتل العمد مع سابقية القصد والتفتيش والتنقيب عن الآثار من قبل عصابة مؤلفة من 3 أشخاص فأكثر بملك الغير. عهد بها الى السيد قاضي التحقيق الاول بالمكتب الثالث واللي بدوره هو اصدر فيها انابه عدليه كلف بها اعوان فرقه الشرطه العدليه بحمام سوسه لتكمل الابحاث. واضح، شكرا، يفضلك. سيده الناطقه الرسميه باسم المحكمه الابتدائيه سوسه 2 سيده مروه ابراهام، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا نوصل معك بلقائنا.